قتلت الحكومة السورية المؤقتة أول إصابة بفيروس كورونا في الشمال السوري، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التحذيرات ودعوة نقابة الأطباء إلى إعلان حالة الاستنفار والعودة إلى تطبيق التعليمات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا. رغم القلق من انتشار فيروس كورونا في الشمال السوري، تستمر الامتحانات التي يقدمها طلاب تعليم الأساسي والشهادة الثانوية، فما تأثيره عليهم وما هي التخوفات من عدم إيقاف الامتحانات وما سنناقشه بعد هذا التقرير. كورونا يصل الشمال السوري بعد كثير من الجدل وقليل من الإمكانات داخل المركز الوحيد لفحص الفيروس لما يقارب 4 ملايين سوري. الحكومة السورية المؤقتة أوضحت عبر بيان لها عن أول إصابة مسجلة لطبيب سوري عائد من تركيا، ما أدى إلى عزل نفسه في مستشفى باب الهوى الحدودي بعد إغلاقه بالكامل والبدء بحصر المخالطين للطبيب المصاب لإجراء الفحوصات لهم لمنع انتشاره بين الناس. أصوات التحذيرات الدولية والمحلية بدأت تعلو بعد تسجيل الإصابة كنقابة الأطباء وفريق منسقو الاستجابة، معتبرين أن تفشي المرض قد يكون كاسحاً لآلاف الأشخاص في حال انتشاره، وأن قاطني المخيمات هم الأكثر عرضة للإصابة نظراً لظروف الرعاية الصحية المتردية لديهم وقلة المياه النظيفة. الأمم المتحدة دعت إلى تفعيل إجراءات الطوارئ بعد تحذيرات سابقة ومتكررة من حدوث كارثة في حال انتشار الفيروس مع قلة المستشفيات وأجهزة التنفس وأماكن العزل الصحية لملايين الناس في الشمال السوري، منهم 1.5 مليون يتوزعون على 1500 مخيم. يتزامن حدوث هذه الإصابة مع تقدم طلاب الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي وسط قلة الإجراءات الاحترازية أمام معظم المراكز الامتحانية التي يقدم فيها الطلاب، ما يزيد المخاوف من انتشاره بينهم. الطلاب المتقدمون للامتحانات يغامرون في بعض الأحيان أثناء تقديمهم متحدين هذه الظروف، ويواجه القائمون على العملية الامتحانية مشكلة تعد أكبر من إمكاناتهم في مناطق يسيطر عليها التهجير وربما فيروس كورونا قريباً، فهل يتم تدارك الأزمة وتفاديها قبل أن تتفاقم؟ نرحب بالمشاهدين اللي ضمونا عبر البث المباشر على فيسبوك، يا ريت تشاركونا بالسؤال التفاعلي لليوم. استمرار الامتحانات في الشمال السوري رغم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا، برأيك كيف سيؤثر ذلك على الطلاب؟ والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا دكتور محمد سالم مدير وحدة اللقاح في وحدة تنسيق الدعم، أهلا بك. وإسماعيل عبد القادر معاون مدير التربية بإدلب، وسوف ينضم إلينا لاحقا مراسلنا من إدلب أحمد أمين، أهلا بكم ضيوفنا. بداية جميع. البداية لك دكتور محمد، ما هي التحذيرات أمام هذه التحذيرات التي تطلقها المنظمات الدولية أو حتى المحلية حيال فيروس كورونا؟ أهلا وسهلا فيكم بكل المشاهدين. بالبداية من نرجع من عيد الخبر المؤسف باكتشاف أول حالة في الشمال السوري. تم عزل الحالة وتم عزل 165 شخص في مشفى باب الهوى، حاليا هن ضمن الحجر، رح يبقوا 14 يوم. في بعض المخالطين كانوا خارج المشفى، جمعنا عينات من مدينة الباب، من مدينة عزاز، من مدينة عفرين، من بعض المدن في مثل الدانة وإدلب المدينة، وجمعنا أكثر من 100 عينة، 19 منهم خارج مشفى باب الهوى والباقي من ضمن مشفى باب الهوى، لنحسن نضبط الإصابات أو نكتشف الحالات المخالطة لا سمح الله أن كانت إيجابية في أقرب وقت ممكن، وإحاطة النقطة صفر للإصابة قدر الإمكان نمنع توسع دائرة الإصابات. طبعا في تعليمات ثانية صدرت للناس، مناشد الناس بتطبيق قواعد التباعد الفيزيائي، الحفاظ على مسافة متر على الأقل بيناهم، عدم الخروج من المنزل للضرورة، الالتزام بلبس الكمامة خاصة الكمامات القماشية المنزلية القطنية، عدم المصافحة والتقبيل، الابتعاد عن التجمعات مثل الصلوات، والحفاظ على المسافة الفيزيائية مثل ما ذكرت، وغسل اليدين باستمرار. مديرية الصحة أصدرت بيان بإيقاف العمليات الباردة في كل المشافي، ويجب تطبيقها، يجب على الجميع تطبيقها
اسمح لي انتقل للأستاذ إسماعيل. بناء على هذه التعليمات الوقائية، كيف يمكن حماية الطلاب أثناء تقديمهم للامتحانات؟ أهلا وسهلا ومساء الخير لك زملائنا جميع المشاهدين. طبعا نحن وجهنا لكل القائمين على العملية الامتحانية من بدءا من زملائنا رؤساء المراكز ومندوبي التربية التوجيه بمنع التجمعات قبل الامتحان وبعد الامتحان. تم توزيع الكمامات والقفازات وأيضا تطش معقم على كل المراكز الامتحانية. أيضا ضمن قاعة امتحان التباعد فيما بين الطلاب بالمساحات اللي تكون فيها إن شاء الله أمام بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كتاب بين أيدينا. أستاذ إسماعيل يا ريت شوي الميكروفون يعني تحميه شوي من الهواء لحتى يعني ما يشوش على صوتك لو سمحت. فنحن اشتغلنا بالإجراءات المتاحة بين أيدينا، يعني توجيه للعاملين بالعملية الامتحانية للطلاب تحديدا بمنع التجمعات قبل وبعد الامتحان، توزيع الكمامات منذ اليوم الأول الامتحانات من باب الإجراء الاحترازي، القفازات أيضا على باب المركز هناك طش معقم. يعني نعم أستاذ إسماعيل هذا الكلام جميل، ولكن هل يتم الالتزام به؟ يعني هل فعلا لا يوجد تجمعات، يتم لبس الكمامة؟ من رؤيتك هل يطبق؟ طبعا في الأيام السابقة لم يطبق، لكن الآن بعد يعني أول الحالة بدأت الناس يعني تأخذ الأمر على محمل الجد، وإن شاء الله يكون تطبيق للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أكيد نتمنى. أنه شفنا بعض الفيديوهات من الداخل السوري، كان بعض المشرفين أيضا والطلاب لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي والكمامة. نتمنى هلأ بعد هذا الكلام أنه اتخذ إجراءات احترازية بشكل جدي أكثر. اسمح لي أرجع لعند دكتور محمد، بالنسبة للأجواء بالمراكز الامتحانية بعد صدور أول إصابة بالشمال السوري، كيف أثرت على نفسية الطلاب بشكل عام؟ هلا هي أثرت على المجتمع ككل، يعني المجتمع كله حاليا في حالة صدمة خوف، كلياتنا بنعرف القطاع الصحي. بالبداية نحكي شوي عن موضوع الطلاب بالامتحانات لأنه عم يقدموا، وبعد شوي ممكن ننتقل بالبارت الثاني عن الأهالي بشكل عام. تمام. الطلاب صار محاولات الحصول على المعلومة أكبر، يعني عم يدوروا أنه شو نساوي شو نعمل شو هي الإجراءات. هلأ في شيء حلو أنه مثل ما ذكر الأستاذ إسماعيل ببداية الامتحانات الكل كان عنده تعليمات واضحة بعده عن بعض، استخدموا التاتش المعقم الكحول بين إيديكم، لبسوا الكمامة، حافظوا على مسافة متر بينك وبين آخر. كان الالتزام فيها ضعيف، لكن منعول على وعي الطلاب هاليومين يلتزموا أكثر. الحالة النفسية أكيد رح تتأثر، الضغط النفسي نتيجة الامتحان وصعوبة الأسئلة ممكن تكون، أو الخوف من النجاح والرسوب إضافة إلى وجود وباء مسيطر عليهم. هاي الصعوبات كلها رح تنعكس على علاماتهم. أنا بتمنى أنه هنن يتماسكوا، هنن أقوياء أكيد في ظل هاي الظروف، تحدوا الصعوبات كلها وقرروا يدخلوا على امتحانات وينجحوا، فأكيد هنن رح يتخطوا حتى هذا المرض ويحاولوا يحموا أنفسهم من هذا المرض. إذا اتبعوا التعليمات اللي عم يعطوهم إياها الأساتذة وفرق التوعية الصحية الموجودة بالمراكز الامتحانية، إن شاء الله بتكون صحتهم بخير وسلامة، عسى ولعل ينجحوا كمان بامتحاناتهم ويتوفقوا إن شاء الله. نأمل ذلك. ينضم إلينا الآن مراسلنا من ريف إدلب أحمد أمين، أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير أيهم، مساء الخير نور، مساء الخير لضيوف كمان. أحمد خلينا نحكي عن الإجراءات الوقائية في المراكز الامتحانية حسب مشاهداتك، كيف هي؟ نعم الحقيقة أنه مديرية التربية وزارة التعليم العالي بالامتحانات يعني ما رح يصير إلغاء للامتحانات بسبب الإصابة الأولى بفيروس كورونا بالشمال، لكن رح يكون في هناك إجراءات احترازية كتير كبيرة وقائية كتير كبيرة بالمراكز الامتحانية. بداية هي حملات التعقيم اللي عم تطلع على المراكز كانت طبعا بشكل دوري حتى قبل تأكيد الإصابة الأولى بفيروس كورونا، لكن اليوم في زيادة بالتعقيم، حملات التعقيم بالنسبة للمراكز الامتحانية، التزام بالتباعد الاجتماعي ما بين الطلاب وإلزام الطلاب بلبس الكمامات والكفوف بكل المراكز. يعني ما نسبة برأيك يعني التزام. ما نسبة تنفيذ هذه التعليمات من 100؟ إذا بدنا نقول من 100 قد ايه عم ينفذوا هالتعليمات؟
أحمد عم تسمعنا؟ يبدو فقدنا الاتصال مع أحمد. صرح عماد زهران مسؤول شعبة الإعلام في مديرية الصحة بإدلب أن المديرية عممت على جميع المستوصفات والمشافي بإيقاف جميع العمليات الباردة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وفرضت الحجر على مشفى باب الهواء ومن بداخله، وألزمت الكوادر الطبية بارتداء الكمامات الجراحية والقفازات الطبية. المزيد في هذا التصريح. بعد التأكد من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة إدلب، عملت مديرية الصحة على تطويق مكان الإصابة، حيث تم الإعلان بشكل مباشر مشفى باب الهواء بكافة أقسامه ومبانيه منطقة مغلقة، حيث يمنع الدخول والخروج بشكل كامل. كما تم التوجيه بعدم تحويل أي حالة إلى المشفى مهما كان نوعها. كذلك تم التأكيد على ضرورة التزام كافة العاملين في المشفى من طبيين وإداريين بارتداء الكمامة الجراحية والقفازات الطبية. كذلك تم التأكيد على ضرورة عدم المخالطة بين الموجودين في المشفى سواء من عاملين أو ممرضين أو مراجعين. كذلك تم التوجيه بضرورة الحزم في تطبيق إجراءات ضبط العدوى في المشفى. دكتور محمد، إذا بدنا نحكي بالنسبة للتجهيزات الطبية فيما يخص هذه الجائحة، يوجد فقط جهاز واحد لأربعة ملايين، إلى أي درجة يكفي هذا الجهاز لفحص الناس و الكشف عن هذا الفيروس؟ وقدي نتائجه دقيقة؟ خلينا بس نرجع نأكد. تمام، هو جهاز واحد للفحص لتحرر الفيروس، جهاز بي سي آر واحد. تمام، هنا خطة لزيادة ثلاث أجهزة أخرى في عفرين قريبا إن شاء الله وفي جرابلس، لكن بسبب الطلب العالمي الشديد لم نتمكن من إدخالها حتى الآن، لكن في فترة قريبة جدا إن شاء الله سيتم التفعيل. في الوقت الحالي جهاز واحد قادر على إنجاز المهمة الحالية في ظل الوضع الوبائي الحالي، في ظل عدم زيادة الحالات لعدد كبير. لكن لا سمح الله إن لم يتم السيطرة على البؤرة أو النقطة الأولى لهذا الوباء، فسيكون هناك حاجة لإضافة أجهزة مخبرية جديدة. ليس الخطر بعدم وجود أجهزة مخبرية فقط، هناك نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي، هناك نقص في أسرة المشافي، هناك نقص في الكادر الطبي الذي يجيد التعامل مع هذه الحالات. ربما من حسن الحظ تأخر وصول الفيروس 5 أشهر إلى الشمال السوري المحرر، أعطى مجال للمنظمات الطبية تجهز أماكن عزل أكثر، تجهز أماكن لتدبير الحالات الأكثر خطورة، البروتوكولات للتعامل مع الحالات وتدبير الحالات ومعالجة المرضى تطورت، وإمكاننا الاستفادة من تجارب الدول المجاورة. تماما، وضع الوباء في تركيا انخفض نوعا ما، فبإمكان الاستناد على دول الجوار. لكن ما زال الوضع حاليا ضمن السيطرة، لا نعرف متى ينفجر. نحن نعول على وعي شعبنا. هناك تجارب ناجحة، عندما أتى وباء شلل الأطفال في عام 2013 تمكنا من وضع حد له خلال 6 أشهر بالتعاون مع المجتمع السوري الواعي المتقبل للنصائح الطبية وللقاح الذي كان موجود. حاليا نعمل أيضا على وعي شعبنا بالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية. المرض ليس له علاج حاليا، ليس له لقاح، لكن يمكن الوقاية منه. تعليمات الوقاية التي يعيدها سواء أنا أو غيري كل الأطباء التي نقولها، بالالتزام بهذه التعليمات نخفض الإصابة قدر الإمكان ونخفض الضغط على المشافي ليتم التعامل مع الحالات بشكل صحيح ولا تزيد نسب الوفيات لا سمح الله. دكتور، يوجد أرقام مثلا حول عدد المنافس أو غرف العناية المشددة، هل لديك أرقام؟ يوجد. تمام، يوجد 200 سرير عناية مشددة في كل الشمال السوري، شمال الغرب، يعني من ريف حلب الشرقي جرابلس حتى أريحة. يوجد 95 منفسة للكبار، لكن معظمها مشغولة بتعرفوا بسبب الأمراض الأخرى. يتم العمل على تجهيز 3 مراكز لتدبير الحالات في إدلب المدينة وفي دارة عزة وفي كفر تخاريم، ويتم زيادة الطاقة الاستيعابية لهم. هذه حاليا الأرقام الموجودة، هي أقل من المتاح، لكن هي مخصصة حاليا لتدبير حالات الكوفيد لا سمح الله في حال حدوث شوكة من الإصابة أو عدد كبير من الإصابات. كما ذكرت قبل قليل، نحن نحاول أن نأخذ أكبر عدد من التحاليل للمخالطين للحالة الأولى لكي نضبط الإصابات قدر الإمكان ونمنع حدوث انتشار كبير في المجتمع. فالكشف المبكر عن الحالات هو حاليا من أفضل الطرق لتخفيف من
انتشار المرض في المجتمع ككل. بالطبع. اسمح لي ارجع لعند مراسلنا احمد، يعني بعد اعلان عن اول حاله اصابه بفيروس كورونا، ما هي رده فعل الطلاب بعد سماع هذه الحادثه؟ ايضا سمعنا انه الطلاب عندهم مطالب انه ياجلوا الامتحانات. احمد يبدو فقدنا الاتصال مع أحمد، ممكن يجاوبنا عنه أستاذ إسماعيل. هناك مطالبات من الطلاب بتأجيل الامتحانات، هل هناك إمكانية؟ حياك الله أختي. طبعا كمديرية التربية جرينا استفتاءات للطلاب ولا المجمعات التربوية، الأغلب طلابنا كانوا مع متابعة الامتحانات، لأنه بالأصل تم تأجيل الامتحانات من الشهر السادس إلى الشهر السابع، وإذا تطورت الحالة، يعني الآن حالة واحدة، إذا تطورت الحالة ممكن يتم مراعاة ذلك وتأجيل الامتحانات. أستاذ إسماعيل، إذا بدنا نحكي شوي عن الجهات اللي عم تتعاونوا معها لضمان سير العملية الامتحانية، من هي الجهات؟ من يقوم بالتعقيم؟ من يشرف على العملية الامتحانية من ناحية الإجراءات الوقائية؟ الله يبارك فيك، تم التنسيق مع المنظمات المحلية والأهلية في هذا الخصوص، يعني المنظمات العاملة في سواء كانت طبية ولا إنسانية أو تعليمية هي التي نسقت معنا، وقمنا بتوزيع هذه المنظمات على استلام مراكز امتحانية محددة، فكل منظمة تشرف على بعض المراكز الامتحانية للقيام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، تقوم بالتعقيم ويعني بخ المدارس بشكل كامل. أما الجهات الدولية للأسف المنظمات الدولية لم نجد أي استجابة، بالعكس تماما وجدنا هذه المنظمات الدولية تسعى لمساعدة النظام المجرم في كل شيء، وكأنه 4 مليون سوري في الشمال السوري و600 ألف طالب يعني غير موجودين. لا يوجد تواجد لهذه المنظمات في الشمال السوري أو في إدلب تحديدا؟ من هي المنظمات الفاعلة؟ يعني هي المنظمات المحلية الموجودة الآن على الأرض. يعني لا يوجد منظمات دولية تقوم بمساعدتكم خاصة فيما يتعلق مثلا بمواد تعقيم أو ما إلى ذلك؟ يعني تواصلنا ومن تواصل معنا هي فقط المنظمات المحلية والأهلية الموجودة الآن، وهي في مذكرات تفاهم فيما بيننا، هي التي تتواصل وتسعى جاهدة لتقديم ما تستطيع بحس المسؤولية بحس إنساني. أما المنظمات الدولية الكبرى لم نجد لها أي تواجد على الإطلاق. نعم. بدي ارجع لعندك دكتور محمد، من شوي حكيت انا وحضرتك انه بعد الاعلان عن اول حاد فيروس كورونا الطلاب بداوا يعني ياخذوا الموضوع بشكل جدي، وحضرتك ذكرت انه بالنسبه لاهلنا بالمدن وفي الاسواق، حابين نحكي معك نفس هذا الموضوع، اليوم هل اهلنا بالاسواق في الشوارع هل اخذين خطط يعني جديه خلال تواجدهم؟ هل عم يحطوا كمامه؟ هل في تباعد اجتماعي؟ لا للاسف، لا للأسف، لا لا يوجد التزام بالتعليمات. الأصدقاء في مدينة الباب أو في مدينة سرمدة أو في إدلب يعني أرسلوا صور خطيرة جدا على الناس، يعني في أماكن بداية المرض سواء في مدينة الباب أو في سرمدة، التجمعات ما زالت كبيرة، تجاهل الالتزام بالتعليمات الصحية هو أمر خطير جدا. لم تكتفي الناس بظهور أول حالة إيجابية موجودة بينهم، لا سمح الله إن ظل هكذا الإهمال بالالتزام بالتعليمات الصحية سيكون هناك انفجار كبير بعدد الحالات ووفيات نتمنى من الله أن لا نراها. نرجو من أهلنا الالتزام بمزيد بالتعليمات، الابتعاد عن التجمعات، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، غسل اليدين باستمرار، الحفاظ على مسافة متر على الأقل، وإن كان ولا بد ستخرج إلى السوق أتمنى منهم لبس الكمامة حتى لو كانت قماشية مصنعة منزليا، لكن يجب الالتزام بهذه التعليمات. يعني حان الوقت فعلا للالتزام بهذه الإجراءات. للأسف دكتور وقتنا ضيق جدا، أصبح عاد أحمد، بدنا نعتذر أول شيء من مشاهدينا لسوء الاتصال مع أحمد من المصدر. أحمد، كنا عم نحكي على الإجراءات على نفسية الطلاب، على الإجراءات المتبعة في المراكز الامتحانية، إذا ممكن تلخص لنا الحالة عندك.
نعم هي من الحقيقة الإجراءات المتخذة بالمراكز الامتحانية هي التعقيم اليومي لهي المراكز عن طريق مديرية التربية طبعا، والتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى إلزام الطلاب بلبس الكمامة والكفوف بالمراكز الامتحانية. طبعا بالنسبة للمدارس العادية والنشاط التعليمي الصيفي كله تم إغلاقه إلى إشعار آخر مع الاستمرار بالتعليم عن بعد، لكن ما يخص الامتحانات يعني شرفت تقريبا على النهاية، لذلك مديرية التربية أصرت على استمرار الامتحانات لكن مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أول حالي بباب الهواء. لحد اللحظة الامتحانات مكملة لكن مع اتخاذ التدابير الوقائية اللي هي لبس الكمامة والكفوف تبعت اجتماعنا بين الطلاب وتعقيم المراكز الامتحانية. أحمد، نعم. هل الطلاب طالبوا أنهم يأجلوا الامتحان؟ الحقيقة القرار كان من مديرية التربية ووزارة التعليم العالي، لكن الطلاب ما كان لهم أي يعني رأي في هذا الموضوع. مديرية التربية هي اللي اتخذت القرار بإكمال الامتحانات. طبعا الامتحانات يعني يمكن أسبوع تقريبا وبتنتهى لطلاب الجامعات والطلاب الثانوي والتاسع. شكرك، كنت معنا مراسلنا أحمد أمين من ريف إدلب، شكرا لك أحمد. وأيضا بدي أتشكر دكتور محمد سالم مدير وحدة اللقاح في وحدة تنسيق الدعم، شكرا لحضرتك. وأيضا إسماعيل عبد القادر مكلف معاون مدير التربية بإدلب، شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا، ونتمنى من أهلنا بإدلب الالتزام بالإجراءات الوقائية. يعني الأمر أصبح خطير جدا مع أول إصابة، ويمكن أن تنتشر بسرعة إذا ما اتخذنا الإجراءات والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وما إلى ذلك. أكيد نتمنى لهم السلامة، أما أنتم مشاهدين أكيد بيتمنى لكم أيضا السلامة. وفاصل ورجعين.